السلام عليكم ومرحبا بكم معي في فيديو جديد. هذا الفيديو التوضيحي بخصوص موضوع التلقيح. فتلقيت مجموعة من الرسائل والتعليقات على أساس أننا نشرنا مغالطات بخصوص هذا الموضوع في السابق، ولأني شفت بعض الفيديوهات لناشرين معلومات مغلوطة وغير مؤكدة بهذا الخصوص، فمن خلال هذا الفيديو غادي نصحوا هذه المغالطات. اولا خاصكم تعرفوا بالنسبه للكوت ديفوار، التلقيح الاجباري واللي ضروري باش تدخلوا للبلد هو التلقيح ضد الحمى الصفراء او لا فيفغ جون، وهذا التلقيح ممكن ديروه في معهد باستور في الدار البيضاء، والثمن الحالي هو 300 درهم كيف ما كتشوفوا في الوثيقه ديال لائحه الاثمنه عند معهد باستور. وهذا التلقيح صالح لمده 10 سنوات وكيبدا المفعول ديالو بعد 10 ايام من الجلبه. ثانيا اذا كنتو جايين لمده طويله وخلال السيجور ديالكم غادي يكون عندكم تواصل كبير مع السكان المحليين، فمعهد باستور كيقترح عليكم وكيطلب منكم ديروا تلقيح ضد الحمى الشوكيه او لا ميلانجيت. هذا التلقيح ماشي ضروري باش تدخل للكوت ديفوار، ولكن من الاحسن انكم ديروه، بالاضافه انه بعض الدول الاخرى كيفرضوه خاصه الدول اللي جات في مناطق استوائيه. هذا التلقيح صالح لمدة 3 سنوات والمفعول ديالو كيبدأ ابتداء من اليوم العاشر من الجلبة، والثمن ديال هذا التلقيح حسب معهد باستور هو 750 درهم كيف ما كتشوفوا في الصورة. ثالثا يمكن لكم ديروا التلقيح الإجباري هنايا في الكوت ديفوار عند الوصول بمطار أبيجان، فكيتقام عليكم أرخص تقريبا حوالي 100 درهم فقط، وشخصيا ما كنشجعش عليه لانه صعيب انك دير تلقيح بعد سفر طويل وفي منتصف الليل، وكيف سبق لي وشرت ليه فالمفعول ديال الجلبه كيبدا 10 ايام بعد ما كديروها. رابعا واخيرا وفقط للتوضيح، فما كاينش تلقيح ضد الملاريا او لو باليوديزم، للاسف ما عندوش لقاح والوقايه منه هي الحل. والملاريا كتجي عن طريق العضات ديال الشنيولة او البعوضة اللي اسمها لاموستيك تيغر ماشي الناموس، والحل الوحيد هو التفادي ديالها. واذا عندكم اي تساؤلات اخرى ما عليكم الا تخليوها ليا، اكيد غدا نجاوبكم في اقرب الاجال. شكرا، سلامه.